سفر وكان مبقاش أحلام اللي ما كانش بجر يوم عرفتي كل استدام وخدمته سيئة كان سبعه الصغير يقطع ويديه مهنة وصباحه عمره وقفت لبيته وشعلت منه وراشه كان رجل ذو مال الجنانات والديور
والفران والحمامات. عرشك الشرخه زهق له الرتاجه سكن في هاد الكانتينه. الذهب يا لالا في الشطيح والرديح والقصاير ما كان كيهمو لا وطن ولا مقاومه. الكمان جا صيح وهو يحيح والغرامه خدامه على من على لالا الشرخه. كيفاش البلاد ديال الاولى ها
Ah ben c'est pas possible, le Danny. Ben tu vas regretter, hein. C'est pas possible. Alfo. Bravo. Tu m'énerves encore. C'est pas possible, le Danny. Thank you.
وحيدة وقيل عندها الحق. هي وصل النهار. جويز لاني بيرسير يلدو جويز لاني بيرسير يلدو جويز لاني بيرسير يلدو جويز لاني بيرسير جويز لاني بيرسير يلدو جويز لاني مانويلا. مسيو لولو ايوا فيق ايوا لا واه
يا تركدي يا الغنية، هذا ماشي وقت الكات. لا ماشي وقت الكا، نوضي نخبيو المحل شوية. هو يدخل علينا واحد السيد مشي كحل الشكارة، ويا تقول ليه الغالية وحنا سيدي رحلين. هو يمد ليها ورقة قال ليها سمعي الغالية وسمعي الشرخة، هادي وصية مسيو لولو كاتب لي كل ما تملك. شوف هاد الناس كيفاش كيديروا بحق العشرة وكيقدروا بنادم. المهم داك اليوم صباح بوتو ديك راه عند الشامخة كتحط البيبا والشمري والوريدات وكتغني أغنية كان كيبغيها. بعتوا لي الولد
وتلبسوا جديد. لقيتو على العربي ها هو اللي جو هاي وحده وبوات قفله. Yeah.
إيوا ما ترحموا حتى واحد فيهم. يلا Accompagné de ses fils, le sultan a pris l'action de la salive connue par le gouvernement français
Après avoir convaincu le peuple français de son accueil et affirmé la continuité de l'amitié franco-marocaine. L'avion, escorté par une escadrille de chasseurs, s'est posé sur l'aérodrome de Saint-Denis dans une atmosphère d'allégresse générale. Au milieu des acclamations, le sultan a été accueilli par le nouveau président, M. André Dubois. Aussi vite après, il était comme assailli par une vague de fidèles et s'est porté par une roue humaine que le souverain a pu parvenir jusqu'à sa voiture. Tout le long des 6 km qui séparent Salé du palais de Rabat, 600 000 Marocains peut-être ont pu être en peine par le service d'ordre des partis politiques, ont fait de leur seigneur retrouver une ovation frénétique. انتظريني سأعود لأني كما قلت لقد كنت أبحث عن أب للدخان وأرض من نبض سوف أعود إليك أيتها الغالية لأنني علمت بأن له من ليس له أرض ليس له وطن
من يموت في غير أرضه لا تنبت فوق أرضه الأزهار. أمي، لقد عشنا نحارب ولا ندري لماذا نحارب. هل نحارب لكي نعيش؟ هل نعيش لكي نحارب؟ الجنود يموتون أبطالا ونحن نموت أوغادا. ربما نقاتل لكي نأكل ونغتسل، لأن ليس لنا أمهات ولا أخوات ولا زوجات ولا بنات. نضرب النار في الكنائس والمساجد لأننا ليس لنا أديان. أمي، سأعود ولا بد أن أعود ليكون لي وطن. دعواتك أيتها الغالية الإنذار ابنك العربي. الله يزيد يا ربي فرحتي ملهمتي وبما تسترجم سدودتي. Thank you.
الحبيب الجنب القريب من بعيد شكورة لكم من دعم المديرية الإقليمية لوزارة الثقافة ومن معاونة قوة الشباب قدمت لكم جمعية الحي لفول المسرح مسرحيات صغار الجنوب. نظرا للظروف اللي شكلني نظرا للظروف ما عرفنا في البيت فاضطرنا نجمعوا بيت بزاف خوفا من طبيعة الحال وغادي نمشي دعاية أكثر ربما قررنا كاع تجريبي نتمنى أن يرحبوا معنا لكم شكرا. أشكركم كل ساهم في هذا العرض هذا أسماء من كالتالي في المحافظة العامة كان قمر حيدا مدرس كانت أخت ربيعة وكذلك مطيار أخت سكينة كما قال تبتل في الإدارة الأمنية طبعا الحال السيد الكبير يا كازينا سي بوزوغا كما اننا نشوف بانه من عمل الفن العالمي تبارك الله اللي قام بالسينوغرافيا تبارك الله تشكر لنا دامي زهير تقنية الصورة كان الأخ سمير قد علمنا من الظروف الخاصة تم شكرا عيون هذا الناس في مجال يسهل أكثر لأنه يعني صحفي أتمنى صحية كانت ثلث من تأليف وإخراج فنان كبير يتصدر شكرا تتمنى ان تتمنى معنا الاخ الفنان والسينمائي كبير المخرج اللي معنا خذ معنا اخ علي الهواد الله يتفضل شكرا لحكايه الله الفنان يا كبير هذه المفاجات وقال ما اتركتم ونشكره كذلك.